السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأول طبعاً بحب أشكر الويدة دكتور أحمد سباق والدكتور مصباح على دعوتي، وسعيد بوجودي مع كوكبة من الزملاء في الميتينج. وبرضو بحب أشكر شركة الإسراء على دعوتي للسيمبوزيوم بتاعهم. شركة الإسراء طبعاً بدأت تبقى انتروديوس للماركت، دايبيتس ماركت بقوة. عندها طبعاً تو دراجز ريليتد لتو امبورتنت جروبس، يمكن أنا هتكلم على واحد من الدراجز دي اللي هم دير برودكت اللي هو الشوغارلو بلس از ايفيل دجليبتين. انا مش عايز اطول، احنا الدايبيتس مهم عشان الامباكت بتاعه على ديفرنت اورجان سيستمز والكومبليكيشنز اللي احنا عارفينها كلها، مش بس بالامباكت على الديفرنت اورجان سيستمز، بالويت هيفي ويت بالنمبر جلوبال زي ما احنا عارفين. في الاخر احنا عايزين نوصل ان احنا تو ريديوس the risk of complications. وعندنا evidence, strong evidence من UKPDS ان H1 percent reduction في A1C عنده statistical significant reduction ل different diabetes related complications including mortality. اجمل حاجة من UKPDS ان follow up after 10 years showed still persistent benefit لل early and the intensive glycemic control، وده اللي سموه legacy effect still persistent. ويمكن الحاجة الجميلة في UKPDS ان انا كان عندي blood pressure arm الـ follow up did not show the same benefit للـ blood pressure control زي glycemic control. مش بس كده، بعد 24 سنة من الـ end of the trial still maintaining الـ benefits بتاع glycemic control على the different diabetes related complications، وده زي ما قلنا legacy and persistence of this legacy effect. But unfortunately, the majority of patients out of control. إحنا مش عاملين شغلنا صح. ودي داتا من الـ United States. 32 تلتين العيانين الـ A1C بتاعهم above the target اللي هو below 7. نفس الكلام يمكن more worse في Egypt زي ما إحنا شايفين من الـ Wave 8 من الـ International Diabetes Management Practice Study. 17% بس اللي هم achieving the goal في الدايبيتس، و 38% على الانسولين. This delay في الجلايسيميك كنترول شفناها في study من United Kingdom Clinical Research Data Link. على مدار سنة ناس أقل من 7 وناس أكتر من 7، لقينا اللي هما uncontrolled عندهم زيادة في different complications اللي بنقول عليهم delay intervention بيعمل intensification cardiovascular risk. 67% cardiac infarction، 51% stroke، و 64% heart failure. وال cardiovascular outcome بيبقى طبعا ب 62%. So don't forget, remember please, glycemic control still a matter. احنا بنتكلم كتير بعد الجروبس بتاع الجيل بي ار ريسبتور اجنس اس جي ال تي 2 انهبيتورز على الامبورتنت رول في الاوتكم، لكن ما ننساش ان الجلايسيميك كنترول ستيل هاز ا رول. اهميه الكلام ده ان احنا لما نيجي نشوف تو امبليكيت ذس على الديلي كلينيكال براكتس فروم ذس اندكس كيس اور بيشنتس اللي هو 53 سنه years old type 2 diabetic patients بقاله 3 سنين. المريض ده هو work as a driver, poor compliance للميل plans. He has history of recurrent renal stones and recurrent UTI. العيان obese, the body mass index 31 و ماشي على metformin 1 gram only، ما قدرش عليه عشان GI tolerance، وال A1C بتاعه 8 والفاستنج 150. لو انا جيت اسال سؤال العيان ده uncontrolled، لو احنا هنشوف الـ A1C بتاعنا 8، هقول which one of the following treatments would be most suitable. وانا حطيت كل البوسيبل انتي اللي هم الجروبس بتاع الانتي دايبيتيك تريتمنت اللي انا ممكن احسن بيها الكنترول. طبعا لو في تايم كنت احب اسمع اراء حضرتك، لكن انا لو جيت افكر كده بالراحه، انا لو جيت ابص على اول تشويس هلاقي ان العيان 1 جرام متفورمن. هل يا ترى لو انا جيت ازود الميتفورمين هاخد بنفيت؟ لا طبعا مش هاخد، لان انا باخد 80% من البنفيت من الهاف دوز بتاع الميتفورمين، وبالتالي كون ان انا ازوده مش هقاد فيردر بنفيتس من غير ان انا هزود له جي اي بروبلم.
لو جينا بص هو درايفر وبور كومبلانس يعني عنده انكريز ريسك اوف هايبوجلايسيميا، يعني مش هيناسبه لا السالفونيلوريا ولا الانسولين. اجين العيان عنده ريكارنت رينال ستونز ريكارنت يو تي اي، يعني ببساطه شديده هبقى متحفظ جدا وانا بفكر اوصف له اس جي ال تي 2 انهبيتور. اجين العيان زي ما احنا شايفين البادي ماس اندكس عاده عالي عنده، وبالتالي حتة البيوجليتازون مش هيبقى أحد الخيارات بتاعتي. آخر حاجة لو أنا جينا نفكر هنلاقي إن the most suitable drug for his addition of DBP4 وليكن الفيلداجليبتين أو الشجر له. العيان التاني بتاعنا لو جينا نفكر فيه اللي هو مستر كريم الـ 44 سنة، هو شغال في بنك وكان newly diagnosed على periodic check-up إن هو بتابت diabetes. 84 كيلوغرام البادي ماس اندكس 26 والبلاد بريشر بتاعه كويس. لو جينا نبص للاب هنلاقي الفاستنج 180 والبوست براندي 255 والاي 1 سي 7.8 التوتال كوليسترول والليبي بروفايل بتاعه كويس ونورمال كيدني فانكشن. حاجه اسال السؤال بلس لايف ستايل موديفيكيشن واتس يور نيكست ستيب في المانجمنت اوف كريم، يا ترى هتعمل اللي هو اليوجوال بتاعنا اللي هو الستيب وايز ستارت ميتفورمين 500 بتاع تريت اب عشان التوليرانس بتاع الميتفورمين او البايجوانايدز، ولا يو ويل ستارت وذ انيشال فيكسد كومبينيشن فيلداجليبتين ميتفورمين؟ انا اعتقد زي ما هنشوف بعد كده هنلاقي ان الريكومنديشنز من الجايد لاينز زي ما هنشوف بعد كده هي الانيشال فيكسد كومبينيشن، وعندنا داتا اي ويل شو ات فور يو من الفيريفاي تو ستارت ا كومبينيشن اوف فيلداجليبتين ميتفورمين لايك شوجر لو بلس. زمان كنا بنقول ان التريتمنت جنرالايز، بفترض ان كل العيانين هياخدوا نفس البينيفيت لان احنا كان في الوقت ده عندنا مثلا ثلاثة انتي دايبيتيك بايجوانايدز سلفونيلوريا وانسولين، وبالتالي كان هبدا بحاجه هوصل للثاني. الوضع اختلف دلوقتي مع ارمنتيريوم اكتر من 10 جروبس اوف دايبيتس، وبالتالي دلوقتي بقت الريكومنديشن هي بيرسوناليزيشن، وبالتالي نو وان سايز فيتس اول. وبص لكل الانتي دايبيتك تريتمنت بتاع من خلال الجلاسيميك افيكاسي والسيفتي والتوليرابيلتي والكوس والاوتكم. يبقى في الاخر هي بيرسوناليز كونسيدر ايتش بيرسون لايك اي بيشنتس جايد بيرسونال ون. احنا عارفين الجايد لاينز بتاعتنا زي ما احنا عارفين في كومبيلينج نيد بالنسبه للتريتمنت ريجاردينج الكارديورينال بينيفيت، وبالتالي كونسيدر لو انا عندي اي كارديورينال كارديوفاسكولار بروبلم انا عندي الاس جي ال 2 انهبيتور او الجي بي ار ريسبتور اجونست، اذروايز الجلاسيميك كنترول، ودي يمكن اللي هي الكلينيكال براكتس جايد لاين 2023. لكن لما نيجي نبص هنلاقي to continue the glycemic control هنلاقي دي بي بي 4 there whatever you start with أو whatever you compelling need، عايز تقلل الريسك اوف هايبوجلايسيميا، عايز حاجه نيوترال للويت او حتى ايفن الكوست خاصه لما يكون عندك جينيريك. اما نيجي ل 2024 ما اختلفتش كتير، احنا قلنا بس ركزوا في 2024 ان consider الكارديو رينال بينيفيت عشان التشويس، لكن ما تنساش الجلاسيميك كنترول والويت جين عشان تو جيت ذا بينيفيت بتاع العيانين بتوعنا، لكن ستيل ذير فور جلاسيميك كنترول الدي بي بي 4 انهبيتورز. الحاجه الجميله في ذيس جايد لاينز ان هم قالوا لنا وانت بتكونسيدر الجلاسيميك كنترول دايما اختار حسب الافيكاسي، وقالت لي الفيري هاي افيكاسي في الجلاسيميك كنترول بلس الانسولين والهاي دوز ديولا جلوتايد وسيما جلوتايد والترزيبتايد الكومبينيشن اوف اورال او الكومبينيشن اوف انجكتبلز عشان تو اتشيف. يبقى الانيشال كومبينيشنز بتقول لي ان انا عندي انكريز ديورابيلتي اوف جلاسيميك كنترول، وبالتالي هادريس البوثابل ثرابيوتيك انيرشيا سيمالتيليس تارجتنج اوف اكتر من باثوفيسيولوجيكال فاكتور، واحنا عارفين الاومينس اوكتيت، وبعدين البوتنشال امباكت على الميديكيشن بيردن، كل ما زاد عدد الحبوب البيردن بيبقى اكتر والادهرنس بيبقى اقل، وبالتالي عندي كومبلمنتري كلينيكال بينيفيتس من الانيشال كومبينيشن. بسرعه كده الداتا على الدي بي بي 4 انهبيتورز انا سمرايز من الاي دي اي كلينيكال براكتس ريكومنديشنز ريجاردينج الافيكاسي والسيفتي ريجاردينج الويت والهايبوجلايسيميا من خلال ذيس 3 لاينز اللي هي انترميديت في الافيكاسي نيوترال افكت على الويت وجنرالي تو ريليتد الايلي كومبينيشن وهاف ايفيدنس ان الميتفورمين ودي بي بي 4 انهبيتورز فيلداجليبتين
من خلال الـ verified trial، لأن ده increase the durability compared to the stepwise approach with cardiovascular safety is demonstrated. الفيلداجليبتين الإيفيدنس بتاعها في الإفكاسي واضح comparable للميتفورمين و durable without effect على الويت، لأنه neutral على الويت، وده بيمبروف الجلايسيميك كنترول اكسترا مع الميتفورمين، لأن احنا مع الميتفورمين في synergistic effect. الميتفورمين بيزود الانكريتينز وال دي بي بي 4 بيمنع الدستراكشن، وبالتالي انا عندي synergistic effect. So 1 plus 1 not equals 2 equals 3 or 4. ده بينعكس على الداتا اللي احنا شايفينها، هنلاقي ان الميتفورمين بيلداجليبتين بيقللوا up to 1.1 versus البلاسيبو مع الكومبينيشنز over 24 year. versus السلفونيلوريا بيبقى فيه comparable reduction، لكن اهم حاجه low risk of hypoglycemia no risk of severe hypoglycemia. بالنسبه للسيميلر efficacy قلنا في الداتا، versus البايوجليتازون سيميلر efficacy لكن low risk of weight و hypoglycemia. add only الانسولين still beneficial reduction في ال A1C و low risk of hypoglycemia. الايلي والتايت كومبينيشنز زي ما احنا شفنا، لان احنا بنتارجت اكتر من 4 من الاومينوس اوكتيد بالفيلداجليبتين ميتفورمين، والكلام ده شفناه في الفيريفايد ترايل اللي هي تيستد الجلاسيميك كيورابيليتي من الايلي كومبينيشن ميتفورمين فيلداجليبتين في تايب 2 دايابيتس نيولي دايجنوز من خلال 5 ييرز مالتي سنتر راندمايز دبل بلايند كنترول ترايل. الفيلداجليبتين هنا او الفيريفاي اكتر من 2000 عيان 34 كونتري 254 سنتر على اكروس ذا كونتيننت. هنا العيانين بادئين الافرج ايج 55 سنه، الاي 1 سي بتاعنا الميديان بتاعه حوالي 6.8 والويت، وده البروفايل. هم كانوا عايزين يشوفوا ايه؟ عايزين يشوفوا ان اللونج تيرم بينيفيتس من الانيشال كومبينيشن فيرسس السيكوينشال. Initial run in period 3 أسابيع، وبعد كده first period اللي هو failure of oral monotherapy versus the initial combination، وال second period this failure لل oral وال reverse لل insulin. لقينا إيه؟ لأن ال initial treatment failure reduced 50% over 5 years في ال initial combination versus the monotherapy. الجميل تاني ان second treatment failure reduce 25% تقريبا او 26% ان انا to achieve من ليه الانسولين، وبالتالي ال early and tight control has a very important role في durability. another important point هم حاولوا يشوفوا من الكبار والصغيرين اقل من 40 سنه واكثر من 40 سنه، لان المتوسط بتاعنا اللي هو young onset diabetes versus late onset diabetes، لقوا الانيشال فيلير تقريبا زي بعض اليانج اونست والليت اونست، لكن اليانج اونست دايابيتس في السكندري فيلير لقوا ان هو بيقلل الريسك اوف سكندري فيلير 48 فيرسس 24، يعني في بينيفيت اكتر لليانج اونست دايابيتس من الفيرفار في الانيشال كومبينيشن فيرسس المونوثيرابي او السيكوينشال. الكونكلوجن فور ذيس فيريفاي ذات بيشنت وذ ديورابيليتي and delayed treatment escalation compared to sequential treatment. My take-home message that tight glycemic control decreases type 2 diabetes complications. There is clinical inertia in early glycemic control we need to overcome. DPP-4 inhibitor remain efficient option for glycemic control in type 2 diabetes management. Evidence of beneficial use of combination in newly diagnosed patient. Co-starting vildagliptin metformin use in newly diagnosed type 2 diabetes delay the progression of type 2 diabetes failure and initiation of insulin use. Starting early combination half the risk of treatment failure in young onset diabetes compared to late onset diabetes. Thank you very much for your listening.